لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. دائما الفرق الوطنية ورجعوا المنافسات القارية مع فريق اللي كيمثل المغرب في كأس الكونفدرالية الإفريقية فريق الرجاء الرياضي. نتيجة ديال الذهاب 1-1 تتخلي كل شيء ممكن في هذه المباراة هذه. كل شيء كان متوقع أن الرجاء تحسم التأهل هنا في الدار البيضاء، مي هذاك البيت اللي تماركا والطريقة باش لعبت الرجاء وتعادل 1-1 خلى الأمور كلها غتحسم بنواديبو. معنا أيوب بصري يجبنا أخبار ديال فريق الرجاء هنا قبل ما يرافق الفريق النواديبو باش ينقلنا الماتش كما قلت له يكون مهم بالنسبة للفريق الأخضر. البارح كان معنا كريم يعني وسمعنا بأن الفريق ما تدربش، ما الجديد اليوم؟ واش فريق الدرب بدات الاستعدادات؟ دوك ركزوا على الماتش ديال الكاف. ايوب مرحبا بك. اهلا بك عزيز وعشاق راديو مارس ومتابعين ديال نادي الرجاء الرياضي قبل مقابله نواديبو اللي غتكون السبت مع 3:30. الخبر اليوم انا لعبت رينا ولا في نادي الرجاء الرياضي، الخبر هو واش لعبت ترينا ولا ما تريناش. ترينا واللاعبين اليوم ومشاو انهم ياخذوا لي فيزا ديالهم في السفاره ديال موريتانيا اللي كاينه في الرباط. كان البارح كاينه في عمان العادي الايمان السفاره اللي كاينه في الرباط كان البارح كما ذكر كريم خذا كل من خضروف وحذراف الفيزا ديالهم او دفعوا الفيزا ديالهم. فاليوم مشاو بقيه اللاعبين، نذكركم فالطاقم ديال الرجاء الرياضي غيكون في رئيس البعثه نور الدين باللعوبات، كذلك غيكون الطنطاوي حاضر في البعثه اضافه للاعبين. غير نذكركم فالفول ديال الرجاء غيكون الخميس مع الخمسه وغيرجعوا الحد مع الوحده، وفي هذا البيريود كلها غتكون حصه تدريبيه وحده اللي كتعطيها لهم لاكاف في التيران نهار الجمعه مع الثلاثه. وكذلك الغد غيكون الروتور ديال الرجاء كما ذكرنا مع الغد غيكون الماتش، وبعد الغد غيكون روتور الرجاء المغرب مع الوحده مع الظهر مع الوحده باش يرجعوا المغرب. غير نذكركم في الفندق ديال الرجاء فهو ما بعيدش بزاف على التيران، اصلا المدينه ديال نواديبو فهي صغيره يعني المشكل ديال التواصل ديال الملعب فهو ما كاينش اشكال كبير بالنسبه لنادي الرجاء الرياضي. وغير في الامر كذلك او انا جمهور الرجاء الرياضي فهو غادي كثير الموريتانيا. ولكن الاشكال اللي سمعنا قبل في المريخ الرياضي مع المسؤول ديال الفريق 5000 متفرج، واش الرجاء ملي غيمشي موريتانيا راه هي غتجيب اكثر من 5000 غير الموريتانيين عاد الجماهير اللي غادي تمشي؟ نعم متوقعات الرجاء نظن 700-800 الا كان الروكور ديال جماهير الرجاء الرياضي اللي غتمكن تمشي حيت كاينه فيزا في نهايه المطاف. كون كانت بلا فيزا كان بامكان يكون اكثر من 4000 ولا 5000. ما نساوش ان كاينه جاليه مغربيه في موريتانيا، ما نساوش عشاق الرجاء الرياضي في جنوب المملكه المغربيه في الداخله في العيون. كل واحد في الداخله يقول لك انا قرب ليا نواديبو من كازا من جنهر وكاين جماهير كثيره تما في المدن عشاق ديال الرجاء والوداد والجيش والانديه الكبيره في المغرب. اذا الجمهور غادي يمشي، وكذلك كان البارح الجمهور ديال الرجاء تلاقاو مسؤولين على الرجاء الرياضي كياخذوا الفيزات وكيسولوا فيهم واش اللعبه تريناو ما تريناوش واش غاديين ما غاديينش، وما تيقولوا سواء اللاعبين اللي كانوا حاضرين البارح اللي بجوج اللي خضروا ولا حذراف او كذلك الطاقم الاداري ديال الرجاء يقول لهم شوفوا واخا ما كاين لا خلاص لا والو حنا نجيبوا الرباح معكم انتوما غتهزوا راسنا غتهزوا راسكم غتلقاونا في التيران وغندفعوكم الفيكتوار. وهذا كيبان ان كاين اسبري عند مجموعه من جماهير الرجاء الرياضي باش تساهم في التاهل ديال الرجاء. الرجاء المكانه ديالها دائما تكون مشاركه في المنافسات القاريه. ولكن غريب الامر بالنسبه للمنافسات ديال كاس الكونفدراليه فاخر نسخه في القديمه حتى هو كنعرفوا تجمع ما بين كاس الكاف وكاس الكؤوس الافريقيه، اخر نسخه ديال كاس الكاف خذات الرجاء من بعد ما ربحات كونتر كوتون سبور في 2003. العام اللي مورا اللي هو 2004 ولات هذه النسخه الجديده ديال الكاس ديال الكونفدراليه الكونفدراليه الافريقيه جمعوا فيها لي كوب اللي قدام زوج. الغريب في الامر ان الرجاء جامي فات تور في كاس الكونفدراليه. في 2006 كانوا تقصوا في الدور الثاني من لا تشامبيونز ليغ ضد شبيبات القبائل كانوا خسروا ب 3-1 في الجزائر وربحوا ب 1-0 في كازا بيد شكاليط وهبطوا يلعبوا البراج ديال لاكاف وخسروا مع الترجي. ابري في 2015 تقصاو مع وفاق سطيف وهبطوا يلعبوا الباراج ديال الكاف مع نجم الساحل وتقصاو كذلك، ودابا تعادلوا مع نواديبو ب1-1 في اول مواجهه في تاريخ الرجاء مع فريق موريتاني دائما مع شمال افريقيا. والغريب ان الرجاء في هذه الكوب دو لاكاف واخا عنده تاريخ كبير وارقام افضل في لا تشامبيونز ليغ ولكن في هذه المنافسه هذه فجامي قدروا يفوتوا دور واحد فيها. جماهير الرجاء وجماهير المغربيه كتمنى ان هذه العقده ديال دور واحد فهي تسالي ويفوت الرجاء الدور باش يمشي يلعب البراج المؤهل للمنافسات ديال دور المجموعات. لاعبين فيها تقريبا كلشي غادي كلشي كاين كلشي كاين خلات الخمسه كلشي كلشي كاين مع ساره بنيضه في ماس. بالنسبه للعبة فكلشي حاضر باستثناء بالمعلم اللي مازال ما كاينش في لا ليست غيكون حتى الدور المقبل في حال تاهلوا ان شاء الله للدور الموالي. كذلك غنتكلموا على اللاعبين اللي اصلا ما كاينش في لا ليست اللي هما الكاروشي ما كاينش لاعب مومي ما كاينش الصبار تومي هاد اللاعبين كاملين خارج اللائحه الافريقيه اصلا. بالنسبه لباقي اللاعبين ف
اللاعب الحفيظي وجبيره غيلعبوا بشكل عادي غيكونوا حاضرين. بالنسبه كذلك للاعب العبادي اللي باغي نتكلم على العبادي فمازال ما داش واحد لونترينمون كامله مع نادي الرجاء الرياضي، غينتظروا الرجاء الليله ديال المقابله باش يعرفوا واش غادي يلعب ولا لا. يمكن ديك الحصه التدريبيه اللي غتكون في ملعب نواديبو في الجمعه اللي غتاكد واش غيلعب ولا لا. وقبل منها كاينه غدا حصه بعدا ديال الرجاء ديال الاربع في ملعب الوازيس. التشكيل المتوقع زنيتي في الشبكه، فلاكس ديال لا ديفونس غيكون كل من اللاعب اولحاج وكذلك كاينش خيارات لانك تجرب دابا في منافسه افريقيه. كاين كل من اولحاج وبانون، بعد بدر بانون فهو تلقى الاستدعاء ديالو للمنتخب الوطني الاول في مقابلات وديه ضد كل من اوزباكستان ومنتخب صربيا، هو الوحيد في الرجاء اللي تكونفوكا مع المنتخب الوطني المغربي اضافه لجوج لاعبين في البطوله اللي هما تاكناوتي من طنجه والكعبي من بركان. في اليمن غيكون حاضر بوطيب بدون شك، في اليسر غيلعب اللاعب جبيره اللي غيكون حاضر، ميليو التيران فغيكون الثلاثي اللي هو اللاعب خضروف شاكير وكذلك غيكون اللاعب اللي كنظن الحفيدي او ليما مابيدي في انتظار اختيارات ديال المدرب. وفي لاطاك فياجور وحدراف غيكونوا حاضرين. غيبقى التساؤل واش الحفيدي غيلعب ايلي دروا ولا ايلي غوش مع حدراف وياجور، ولا غيزيد واحد اخر جدا باش يدير بالحليب وحده حدراف وياجور يلعب الحفيدي ميلي اوفونسيف. غيبقى الرجاء مطالبه انها تماركي، اذا هذا هو الاختيار الاقرب حسب التوقعات، هو الاختيار الاقرب انك تلعب باربعه ديال اللاعبين عندهم نزعه هجوميه ومن موراهم كل من شاكير وليما مابيدي، غير اللي متاكد منه غاريدو وتشي اللي كيروج في بالنسبه للمحيط الرجاء الرياضي. فلا خيار من غير انتصال الرجاء في نواديبو باش انهم يتاهلوا، على الاقل يتعادلوا اكثر من واحد جوج جوج ثلاثه ثلاثه الى اخره. يعني الرجاء خاصها تماركي، اللي كيخلينا اننا نشوف انا الرجاء ان شاء الله امكانه تاهل، لان الفريق ديال موريتانيا نواديبو جا هنا كان كيدافع تما غادي يخرج يلعب لانه قدام الجماهير ديالو سيرتو ماركات الرجاء ديك الساعه يخلي لي زيسباس اللي كيبغيوهم لاعبين الفريق الرجاء. بالنسبه للامور الاداريه فالبارح كان بوليميك كبير جماهير الرجاء الرياضي، يمكن هذا البوليميك كثر هذا البارح. علاش البارح؟ حيت حال ديما هذه الازمه كاينه وكي كتكون ازمه اداريه في نفس الوقت الفريق كيربح. دابا ازمه اداريه والرجاء ما ربحوش ثلاثه الماتشات على التوالي. اول مره غاريدو ثلاثه الماتشات متابعين ما كيربحش مع نادي الرجاء الرياضي، هادشي اللي خلى الامور توصل بزاف ديال البوليميك من جماهير الرجاء والراي العام. البارح كما ذكرنا فكانت واحد الساعه ونص اجتماع ديال حسبان مع لاعبين ديال الرجاء، كان اخذ ورد ما بين لاعبين وحسبان كما ذكرنا. ف 122 مليون سنتيم تقريبا فهي تفرقات على اللاعبين، واللاعبين عندهم حريه ديال انهم يفرقوها كما بغاو بيناتهم، وتكون الاولويه للاعبين اللي هما الوضعيه ديالهم أسوأ من البقيه. بالنسبه للمنخرطين فهما البارح داروا واحد الاجتماع مهم، واول مره المنخرطين كيخرجوا بقرار واحد، قرار واحد مشترك هذه المره، هو ان الحل بالنسبه للرجاء فهو لجنه مؤقته برئاسه اوزال الرئيس السابق رجاء الرياضي الى غايه نهايه الموسم الكروي، وفي نهايه الموسم يديروا جمع عام باش انهم باش يعينوا رئيس جديد. هذا الامر اللي تقال. نشوفوا الرد ديال المكتب الحالي ديال نادي الرجاء الرياضي غير في الختام، فنذكروا ان 14 بريم اللي كانوا كيتسالوا لاعبين ديال الرجاء، سبعه العام اللي فات، سبعه هذا العام، ثلاث شهور يعني فيفريي جونفي وكذلك هذا الشهر مارس، ولكن الناس اللي ما كيتكلموش عليه هو باقي العاملين في الرجاء الرياضي. البعض كيتكلم على اللاعبين لانهم هو اللي في الواجهه، قادر يديروا اضراب، ولكن بحال دابا هاد الناس دابا اللي كيجمعوا الوراق للرجاء، الناس خدامين في فئات السنيه، الناس اللي كاينين في تيسيما في ملاعب الرجاء، راه كاين اللي 14 شهر تقريبا 14 شهر ما تخلص بدون صالير. لحسن حظنا البعض منهم عندهم خدمه اخرى، ولحسن حظنا البعض من الغايورين على الرجاء كيشوف حال هاد الناس. مي هاد الناس راه كيعانيو كثار من اللاعبين، وكذلك كيتسناو تسويه امور الرجاء الرياضي باش يلاه ياخذوا لي صالير ديالهم. هادي الناس كيخدموا فابور في الرجاء الرياضي في واحد الوقت اللي صعيب وازمه جامي وصل لها النادي الرجاء الرياضي. وفوق هادشي كامل كاين مباراه غتكون صعيبه للغايه مع فريق نواديبو، نتمنوا الفريق رجاء كامل التوفيق ان شاء الله. غاريدو في التصريح فهو تكلم على واش راضي على الفورماسيون ديال الرجاء ولا لا، حيت كلشي تيقول ان الفورماسيون ديال الرجاء فهي ليميتي هذا الموسم. نسمعوا غاريدو ولا غيتكلم عليها، عنده جوج ديال المنافسات غيقول غاريدو. Cuando somos parlé de la posibilidad de signer de nuevos joueurs, j'ai dit publiquement que j'avais des attaquants. تكلمت بشكل علني في الميركاتو اللي فات على ضرورة نجيبوا مهاجمين جداد، ولكن في الأخير الرغبة ديالي ما تحققتش. وقعنا مع كل من عبادي خضروف وبالمعلم. أنا راضي في نهاية المطاف على اللاعبين اللي عندي، وخا عندنا اللاعبين ديال الوسط أكثر من المهاجمين، وما غنقولش دابا حيت درنا نتائج سلبية أن ليفيكتيف ما عجبانيش، ولكن على الرغم من الأمور اللي كمر منها النادي فبإمكاني القول أنني ما راضيش على بعض النتائج، وعليا
انا شخصيا خصوصا في ماتش نوا ديبو اللي رغم النتيجه ديال التعادل ذهبا فمازال كيتسنى انا ماتش ديال الروتور في موريتانيا. Je ne suis pas content avec moi-même encore nous avons un match là-bas donc c'était pas le meilleur résultat pour nous. واضح كيتكلم غاريدو على ليفيكتيف ديالو لان كاين الهضره كيقول ليفيكتيف ليميتي هو راه عنده اختيارات وليدارة هو اللي غادي يتحمل المسؤوليه.